حضرتك حصلت على أوسمة وشهادات تقدير وناشين وأنواط كثيرة، يعني كلمنا برضو عن هذا الموضوع. هو جيت الحقيقة أنا الحمد لله، أو ما بيقول أنا، لكن يعني أحسن شهادة كانت أكتر حاجة شهادة المشير أحمد سمين الله يرحمه في دهلنا بخط ايده، قال ما اديها لكم بخط ايدي. نتيجه طبعا الموقف كان ساعتها الناشئين والنواط بعد سبع شوط ما رجعنا كانت موقوفه نتيجه بأوامر رئيس السادات ساعتها، لان كان حاصل فيه لخبطه شويه. فقال انا هديك حقك، لا نجمه شرف ونجمه سينا توفيكوا حقكم، انا هجيب لكم نجم الشرف ان شاء الله، بس لما ترجعوا بسلامه انا عمل في كان في مكافاه لنا طلعنا كمأمورية الكويت، وعملنا شغل كويس قوي هناك في الكويت. انشانا مدرسه المغاوير هناك، ويعني سنتين اشغال شاقه يعني مش فسحه، كانت شغل كويس قوي، ولنا زمان وحبايبنا هناك في الكويت الحمد لله فاز توقيت. فروحنا طلعنا الرحله دي، فكانت الشهاده دي كانت مهمه قوي. في شهادات بقى اللي هي بقى التقليديه بقى، الخدمه الطويله والنسخه والخدمه حسنه. مؤخرا يوم الاربعاء كمان تم تكريمك في المنصوره اعتقد كاحد اكتوبر. وفي مره والله جت مره او هيتم يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله باذن الله. مره كان في الاذاعه خدوا مني حديث فاتكلمت، حتى كنت لسه ما بقى يعني ما يعني المهم اتكلمت بالتليفون عادي جدا. وبعد الحديث كان الراجل الامير او محترم الاذاعه الشرق الاوسط وجت واحد الفاضلات السيدات الفاضلات سمعت الحديث وكتب التعليق. هذا التعليق انا بالنسبه لي اكبر مما تتخيل، نوط ده نوط بحطه كشرف ليا ان هذه السيده الفاضله المحترمه دكتوره، هي جوز دكتور محترم، كتب التعليق يعني يبكيك يعني الحمد لله رب العالمين. حسيت ان ده لا ده تكريم بالنسبه لي اكبر بكتير قوي 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 من اي تكريمات التقليديه اللي هي الناس يعني. لكن ده كون واحده تكتب بهذا الصدق وهي ما تعرفكش ولا حاجه، لا ما تعرفش، هي سمعت مجرد انها سمعت الحديث سمعت الحديث وراحت معلقه على الحديث في تبع انا عايز افتكر اسمه راجل محترم. المهم يعني ففي يعني احنا عمرنا ما اشتغلنا عشان نفكر في انواط وناشئين وهو، لا احنا بنشتغل عشان نؤدي الواجب اللي علينا طول عمرنا. وحتى الان النهارده بعمل، انا لغايه النهارده بعمل الحمد لله واجبي في شغلي، يعني بعتبر انا مصر كل حاجه بعملها لصالح الدوله فهي واجب بعمله.